GFX Academy. التريس ايمجز. اتكلمت قبل كده ازاي احول او التكتيك اللي ازاي بيه احول الايمجز بتاعتي لفيكتور داخل الفلاش. الكلام ده طبعا عرفنا مميزاته كويس قوي، عرفنا هو بيعمل ايه وامتى. طيب انا دلوقتي عايز احول الايمجز بس التكتيك تاني، حاجه اسمها تريس مش بريك ابارت. كنت عملتها بريك ابارت قبل كده. عايز اعمل استيراد للصوره وابدا اشتغل عليها. عايز بس اخلي الاستيدج بتاعي مثلا باللون ده، وهاخد الموفي كليب ده كده وهخليه في نص الاستيدج وفوق. هقفل دي وهعمل لير تانية وانزلها تحت واحط فيها الايمجز عشان الايمج بتاعتي تبقى تحت اللوجو ده او الكلمه دي اللي هي جي اف اكس اكاديمي. طيب يبقى من فايل امبورت، امبورت ستيج، واقول له هات لي الصوره اللي انا مجهزها. هتلاقيها في الفولدر عندك، دبل كليك بتلاقيها نزلت على طول بالمقاس اللي انت مظبطها عليه. جميل، انا عندي ايمج. ممكن قلت قبل كده بالكلام ان انا ممكن احولها بطريقتي القديمه واقول له من موديفاي، اقول له بريك ابارت اللي هي كنترول بي من الكيبورد. ده في ثواني حولها لي لايه، بريك ابارت او فيكتور. طيب خد بالك انا ملاحظ ان انا ايه لما باجي اختار كده بلاقيها كلها على بعضها اخترتها، ما فيهاش التجزئه بتاعه الالوان. يعني الاسود مش لوحده والدرجات اللون دي مش لوحدها. شوف كام درجه لون مش لوحدها. انا لما باجي كده ما بعرفش اختار، ما اختار الاسود بس، ممكن اختاره باللسو، وانا قلت قبل كده في محاضره لوحدها باللسو تول. بس انا عايز افصل، عايز اعمل فيكتور ارت بقى بتاعي. طيب في تكتيك تاني، اعمل كنترول زد عشان ارجع بالصوره زي ما هي. الصوره انا عملت كنترول زد، لا عايز اطلع واحده ريدو. اوكي طيب شوف انا هختارها واروح اقول له برضو من قائمه موديفاي، بس تحتها على طول حاجه اسمها بيت ماب. في حاجه اسمها سواب بيت ماب، في حاجه اسمها تريس. سواب دي لما بالمره ناخدها بسرعه كده، لما عايز اختار صوره تانية عندي في اللايبرري فبيختار لي الصور كلها. اوكي فبقول له هات لي الصوره دي بدل دي، فبينقل لك دي بدل دي. دي ما فيهاش اي مشكله، بيحتاجوها قوي 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 بتوع الجماعه اللي شغالين 2 دي او كرتون على طول. دايما الامر ده حتى يعني كان بنعمله شورت كات لوحده وبنشتغل بيه. انما عايز اعمل الفيكتور من الايمج دي بحيث ان انا ايه، من التريس، بضغط على التريس بحيث ان انا افصل كل الطبقات دي عن بعضها وابتدي اشتغل عليها. ازاي؟ كلمني عملي من فضلك. طيب لو عملت زيرو يبقى انت كده بتقول له ايه، انا مش هعمل اي حاجه، خليها لي زي ما هي، بس افصل لي كل واحده على حده، كل طبقه من دول هتفصل بحيث ان تيجي تختار كده على على الاسود هتبص لايه، اختار لك الاسود. لو جيت اخترته على مثلا على اللون اللي هو البامبا شويه ده هتلاقيه اختاره، بس هتلاقيه مختارها لك ايه، بيكسل بيكسل، حاجات بسيطه جدا، هياخد وقت في المعالجة كبيرة قوي، وجايز الجهاز يهنج منك لو انت مش معاك جهاز كويس. طب اتغلب على كده ازاي؟ بواسطة الارقام اللي انا عايز اعملها. يعني القيمة دي هي قيمة التدرج اللوني بتاع الصورة بتاعتك. فانت تختار مثلا يا 100 يا 50 يا اما، يعني ما تحاولش تنزل قوي علشان ما ياخدش معالجة معاك او انت وجهازك، براحتك. شايف جهازك كويس اعمل صفر وشوف ايه النظام. انا مش هعمل صفر دلوقتي عشان ما ياخدش مدة كبيرة في المحاضرة. مثلا هقول له 50. المينيمم اريا دي عبارة عن درجة التعقيدات بتاعة اللون وتداخل الالوان في بعضها. يعني بعمل القيمة دي قليلة قوي لو الشيب بتاعي او الشكل بتاعي او الصورة بتاعتي دي فيها
الوان كتير، تدرجات كتير قوي، وبطلع بالنسبه كل ما التدرجات دي قلت، يعني عكس اعكاس. اوكي، الكورنر ده هتفهموا من دلوقتي من التطبيق اللي هنعمله مع بعض دلوقتي. احنا عايزين نشتغل على الصوره دي، اخليها مثلا 50 واخلي 8 زي ما هي، مش هحرك حاجه. تعال نشوف ايه الموضوع، تعال اعمل بريفيو معايا. ملاحظ الصوره ايه اللي حصل لها؟ كنسل، رجعت تاني. اوكي، يبقى انت لما تيجي تعمل بريفيو بيشتغلك على الصوره، بيعملها لك معالجه، بس انك تشوفها مجرد كنسل بيرجعها لك صوره عاديه. انا عايز اخد الصوره دي احتياطي، تمام، في لاير تانيه، اعمل كنترول سي، ولاير تانيه فوقيها كنترول شيفت في عشان اعملها ايه الامر ده، بيست ان بليس، سوري بيست ان بليس. طيب هخفي دي خالص وهشتغل على اللي في النص دي، اختارها واقول له موديفاي، اقول له تريس ايمج، واقول له اديني بقى الفيكتور ارت بتاعك او تريس بيت ماب زي ما هي على الـ50. ايه اللي حصل دلوقتي؟ تعال لما نيجي نعمل تيست الموفي ونيجي نبص كده، الصورة ما بقتش واضحة زي الأول، بقى فيها دمج شوية. يعني لو جيت على مقارنة بين الصورة دي ودي، هتبص تلاقي هنا، بص هنا، بص هنا، واضحة جدا هنا بقت ايه عاملة ازاي، عملها لك زي ما تقول ايه، دي سايحة في دي، شايف؟ بص هنا، سيح لك الأشكال في بعضها بناء على القيم اللي أنت عايزها أو اللي أنت قلتها. طيب تعال نشوف المية، ده 50، شوف عمل لي إيه. تعال نشوف المية، ترجع تاني كنترول زد، تختار الصورة وتقول له موديفاي وتقول له بيت ماب تريس وأقول له 100. أنا كل ده بعمله ليه؟ كل ده بعمله عشان أقلل المساحة، أظبط التكتيك بتاعي بتاع الببلش بتاع ايه؟ بتاع الصور جوه داخل فلاش. عرفت قبل كده وفهمت كويس قوي ان برنامج الفلاش معمول مخصوص اصلا علشان الويبات، اي حاجه عرضة على الويب، فيهمني حجم الملف، لو كيلو ناقص في حجم الملف، يعني لو هو 50 كيلو قدرت انزله ل 49 كيلو احسن، ده المصلحه. ليه؟ عشان التحميل يبقى اسرع. فهو ده التكتيك بتاعنا اللي احنا ماشيين بيه طول الخط في اي حاجه، تعمل بروجكت كرتون، تعمل اعلان، تعمل ويب سايت، تعمل الكلام ده كله، عينك على الكيلوات، عينك على حجم الملف، اعمل دايما اعاده تثبيت لشغلك عشان يطلع الملف جميل وبجوده عاليه وفي نفس الوقت المساحه بتاعته صغيره عشان التحميل. تعالى نعمل 100، احنا كنا عملناها 100 ولا ايه؟ شوف كده، يبقى ال 100. شوف بقى، بص هنا اللي حصل، سيح لي الدنيا اكتر. تعال نعمل اوكي ونعمل كده ونخفي دي خالص ونظهر الصورة اللي تحت، شايف عامل ازاي؟ سيح لي الدنيا خالص. ده جميل جدا لما باجي اعمل فيكتور او فن اداره الصور بتاعتي او الرسم، ببتدي اشتغل ازاي. هوريك تكتيك دلوقتي ممكن تشتغل بيه، هيبقى جميل قوي، ادي شويه حاجات كده يعني فنيات هتنفعك قوي في شغلك. خلينا نعمل كده وتعالى نكمل ايه اللي ممكن نستفيد من الموضوع ده كمان، والافكتات اللي ممكن اشوفها في الموضوع ده. تعالى على موديفاي، تعالى على تريس بيت ماب، تعالى بقى نلعب شويه في القيمه دي. تعالى نخليها زيرو كده. يقول لك ايه؟ بص، بقول لك والله النمبر اللي انت ممكن تشتغل عليه مفيش اقل من الواحد، يعني من الواحد للالف. طب ماشي، خلينا في الواحد. بريفيو،
ده طول طول معايا. ايه اللي حاصل؟ عجان لي الدنيا اكتر. طب تعالى نخلي دي 1000، تعالى بريفيو. سوري، لازم نخليها الاول، نرجع تاني كنسل، تبقى على الصورة نفسها تريس، ونخلي دي 1000. اوكي 1000، يعني انا طلعت اوي في القيمة، يعني المفروض هتبقى الصورة دي ما فيهاش كواليتي اوي، ما فيهاش تدخل الوان اوي، وهو بيشتغل على دي. فلما بقول له بريفيو، بص بيعمل لي ايه. ليه؟ ما رعاش بقى حتة الالوان معايا او التدرج اللوني بتاعي اوي. فانا عشان لو لقيت الصورة جودتها كويسة وفيها الوان جميلة عايز ابتدي اشتغل عليها، حلو، بيقول لك 8، ده الايه الديفولت بتاع الفلاش، اعمله لك على 8. حلو 8، واقول له ريفيو يبتدي يظبطها لك. حلو كويس. اوكي كنسل، هات تاني تريس ونشوف بقيه الاوبشنز بتاعي. اوكي طيب، تعالى ميني كورنرز او فيو كورنرز. تعالى على ميني كورنرز وتعالى اقول له بريفيو، بتلاقي ايه؟ لاحظت من اللي قبل كده، ودي الميني كورنرز هنا سيح لك دي في دي اكتر، يعني دي كانت اكبر شوية في اللي قبل كده بنفس الاعدادات، دي كانت دي اللون ده الرمادي ده او الجراي ده كان كبير شوية عن كده، فسيح لك الدنيا اكتر. ليه؟ لانك انت عملت له ميني كورنرز، بيضغط لك المساحة دي، والمساحة دي بيعمل لك المساحة دي اخرها كورنرز كتير، بدانه يتدرج يتدرج، وهنا كمان المساحة الجراي دي بدانه يتدرج فيها، فدي بتخش في دي وعمل لك ايه؟ تسييح اكتر للاشكال في بعض. طيب كنسل، تعالى بنفس الاعدادات ونقول له فيو كورنرز بريفيو. ظهرت الحتت دي، ظهرت في حاجات، ظهرت تانية. تعالى تاني، تعالى على الميني عشان اللي ما لاحظش كويس. شايف الفرق؟ شايف؟ لو انت ملاحظ معايا، مش ملاحظ وانت بتطبق شغال وعينك كويس قوي على الصورة، خليها بقى على النورمال، ونعمل نخش على الاوبشن اللي بعده واقول له كيرف فيت. تعالى بقى نقول له سموز او فيري سموز او تايت او فيري تايت او بيكسل. تعالى على البيكسلز قول له بريفيو كده، اوكي. تعالى نعمل بابلش لل او تيست. بص الفرق، بص هنا ايه مبكسله، هتلاحظ انها نقط 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 جنب بعض لغايه لما تكون الشيء. بص كويس، اكبر مبكسله. طيب تعال نرجع كنترول زد ونختار حاجه تانية، خلينا على النورمال عشان يبقى في فرق كبير، بس عشان تبقى ملاحظ معايا. بص هنا في سموز شوية، ما بقتش مبكسلة قوي. اوكي تعالى نعمل بكنترول انتر، شايف الفرق؟ اوكي بقت هنا في سموز، قبل كده كانت مبكسلة. تعالى بقى نعمل سموز وفيري سموز. فيري سموث بريفيو، هنا بقت شايف الكيرفات بقت سموز قوي، يعني شايف معايا؟ اوكي هعمل تيست الموفي بتاعي واخفي دي، سموز قوي. يبقى انت عندك اختيارات حسب اللي انت عايزه تعمله.
اوكي طيب، انا دلوقتي عملت عايز ارجع كنترول زد ونعمل تطبيق بسيط كده على اللي احنا عايزينه ده، ازاي اعرف يعني كل اللي انا عمال اقوله ده واعجن فيه ايه؟ عشان اوصل لك معلومه اللي انت ممكن تعمل فيكتور ارت بطريقه ايه؟ بطريقه التريس ايمج غير طريقه البريك ابارت. تعالى هنا وقول لي اعمل لي تريس وخليني على النورمال، نورمال 100 اوكي. وتعالى نشوف احنا ممكن نعمل ايه على اللير اللي فوق دي، يبقى فيها تحتيها واحده، يبقى اوكي على طول عمل لي حاجه زي كده خلاص. طيب تعالى بقى نختار، بص هتبص تلاقي ايه، فصل لك كل طبقه لوحدها. الله شايف؟ يعني لو جبت دي الاسود ده كله وجيت عملت ديليت هيتدلت وهيظهر لي ايه؟ الطبقه اللي تحت. جميل جميل. طيب مش عايز الاسود خالص، دلته عايز اعمل ايه بقى؟ عايز ابين وشها شويه، وشها واخد طبقه البامبا، كل ده واخد طبقه بامبا. ديليت اوكي، وهنا ديليت، انا بقى زي ما انا عايز عشان اوصل للنتيجه اللي انا عايزها. اوكي ده اسود كله مش مشكله، ممكن اخد الايد الحته دي كلها. ديليت، ممكن اخد طبقه الجراي دي كلها. ديليت، ممكن اخد طبقه الاسود دي كده كله. ديليت، تعالى ببلش، هتبص تلاقي عامل ايه، ملاحظ ظهر لك الطبقه اللي تحت اللي احنا ما عملناش فيها حاجه، والطبقات والطبقه اللي فوق وفيها الايه، الفيكتور بتاعي. جميل، خد بالك من مساحه الايه، الملف بتاعك هو بقى 181 لانك انت حاطط اتنين مع بعض. لو شلت دي خالص اللي هي فيها الصوره نفسها وعملت لها ديليت اوكي وجيت عملت كده بابلش، طبعا الشكل باظ بس المساحه عندي كام؟ 58. تعالى نعكس، لو شلت الطبقة اللي فيها الفيكتور نفسها وقيت قلت له اوكي بقت كام؟ 124، يعني طبقة الفيكتور صغيرة قوي. تمام، من 180 ل 124 هي دي مساحة الفيكتور بتاعي. جميل، طيب تعالى نعمل بقى مثلا، خد دي كمان امسحها وهوقف على كده واقول له اوكي. يبقى انا عملت شوية تظبيط في الصورة زي ما انا عايز، سيحت الحتت شوية، عملت حتت، صغرت حتت. تعالى بقى هنا شوية واقفل دي خالص واعمل له مثلا حركة كده، يعني نختار الاسود والريكتانجل واقول له مثلا اعمل لي حاجة زي كده. طبعا هتلاقي عندك الاسود ده الالفا بتاعته من هنا 100 اوكي، هتلاقي حاجة زي كده. انا هوسطنه بينه وبين الكلمة نفسها واقول له شيل دي والاتنين في النص حاجة زي كده، واقول له خلي لي ده الالفا بتاعته كام؟ 30 مثلا، واقول له اوكي. تعالى بقى لما نعمل اقفل بقى الهيرز كده واعمل تيست الموفي، هطلع لك حاجه زي كده. يبقى انا فهمت ازاي اشتغل بالارت، فيكتور ارت بتاعي، وازاي اقدر اعدل على الصور بطريقه غير البريك ابارت. طريقه البريك ابارت طريقه سريعه قوي، طريقه التريس ايمج طريقه ابطا شويه وعايزه تبقى فاهمها، بس بتديك نتيجه احسن كتير من بريك ابارت، والخواص بتاعتها مختلفة عن بريك ابارت. فهمت التكتيك بقى بتاع ده وده، وعايز اشوف شغل في تطبيقات، ابعت لي على طول وانا معاك من خلال غرف الاونلاين. السلام عليكم.